لا انت المفروض تكسبها وتكسبها مستريح قوي. لكن في المجمل الاهلي تاهل لدور ربع النهائي، حقق هدفه، حققت هدفك واول او تاني. ما اعتقدش السنه دي كانت هتفرق قوي، لان الثمانيه كلهم جامدين، الثمانيه كلهم ضرب نار. تقريبا احنا كنا بنتكلم على الثمانيه المرشحين للتاهل، وهم الثمانيه هم اللي صعدوا. فانت في كل الاحوال الثمانيه ضرب نار. البطل او اللي عايز يبقى بطل ويقف على منصه التتويج في الاخر ويشيل الكاس لازم يكسب اي فرقه تقابله. تمام. هتقولي بقى صن داونز تقيل، هتقولي فرقه تقيله جدا طبعا، فرقه عندها اربعه في الخط الامامي في منتهى الصعوبه، عندها دفاع قوي جدا، وفي لعيب برازيلي عندهم، مدافع برازيلي محترف عندهم ممتاز برضه قوي جدا، اونيانجو نص ملعب كمان ممتاز. عندهم اونيانجو اللي بيخش فيها جون يعني، عندهم حارس مرمى بيخشش فيه جوان ما شاء الله عليه. عندهم مدير فني داهيه من الدواهي الافريقيه بامانه يعني، الراجل يجب ان يشاد به في طبعاً. مصر قبل جنوب افريقيا. لا مدير فني كبير طبعا، مدير فني داهيه، مدير فني مخضرم، عارف ازاي يتعامل مع اللعيب، عارف ازاي يشحن لعيبته، عارف ازاي ينيم الخصم. الراجل ده بينيم الخصم بمنوم، بتصريحات بمنوم يعني، هو معاه حقن منوم بيديها للخصم فبيخدره. فلا لازم نبقى فايقين قوي. المرحله اللي جايه ديت عايزه تركيز كامل من الجهاز الفني، من اللعيبه والجمهور. اتمنى ان الجمهور يرجع تاني يشجع الاهلي في الفتره اللي جايه. الاهلي محتاج جمهوره في الفتره دي تحديدا. هو الجمهور طول عمره بيشجع النادي الاهلي، لكن النقطه ان هو يرجع للمدرجات. انا بقول يرجع للمدرجات، الجماهير بتشجع الاهلي طول عمرها ماشي، بس فكره ان انا اقعد قدام التلفزيون بس اشجع بمجرد ما يبقى في موافقات. انا واثق جدا الجمهور الاهلي عمره ما هيتاخر. ينبغي على اداره الاهلي التحرك بقوه في الضغط في الملف ده تحديدا. جمهور النادي الاهلي محتاج انه يتواجد بقوه في المدرجات المرحله اللي جايه. احنا بنروح نشوف في افريقيا ماتشات، كلها ماتش الهلال السوداني الجماهير بص كانت عامله ازاي في الملعب. رغم التحذيرات الامنيه ورغم التجديدات الامنيه ورغم الاوضاع اللي احنا كلنا عارفينها في السودان عامله ازاي، ولكن سمح لجماهير الهلال السوداني بمؤازره فريقها وتشجيع فريقها بكثافه في المدرجات. فعلا فعلا. لا مصر قادرة، مصر قادرة انها تنظم. أكيد. فكرة التحجج بان مصر وظروفه، لا ما فيش ظروف في مصر. مصر نظمت بطولتين لأمم افريقيا بحضور كامل في استاد القاهرة. الاستاد كان متقفل. ومش استاد القاهرة بس، انت في الاستادات اللي تلعب فيها بطولات افريقيا كلها، سواء في السلام، سواء في الاسماعيلية، سواء في السويس. الامن المصري قادر ان هو ينظم المباريات، الفرق اللي بتلعب في افريقيا بكامل الساعة في اي ملعب في اي ملعب. لا